السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش راك لاباس؟ والله الحمد لله بخير. الحمد لله. اليوم رانا في ريو دي جانيرو، معاك أنت، تقدر تعرفنا بنفسك؟ أولا الساعة مرحبا بكم أنتم لهنا، شرفني بوجودكم. اسمي كمال، من تونس، ونعيش في البرازيل أكثر بحوالي 18 سنة بالضبط تقريبا. الله يبارك ما شاء الله. اليوم راك ديت من المنطقة، تقدر تعرفنا عليها؟ بالطبيعة اليوم احنا ديجا بجينا لهذه المنطقة اللي اسمها سكادارية سيلارون، الدروج نتاع جورج سيلارون، واللي هي تعتبر ثالث أكبر نقطة سياحية اللي يجيوها التوريست في الريو بعد الكريستو وبعد البان دي سيكل بطبيعة الحال. شفنا بزاف يعني هنا كاين زخرفات وليزيماج مختلفة على الأخرى، تقدر تعطينا حكايتها خفيفة عليها؟ هو الخدمة كاملة ترجع الفضل ليها للارتيست هذايا اللي حكيت لك عليه، اسمه جورج سيلارون، كان ارتيست من شيلي. هو كي جا عاش لهنا في الريو، جات الفكرة، كان يسكن في الدروج لهنا، جات الفكرة باش يحسن الدروج، المنظر بتاعها كان خايب، دونك بدا يعمل لي كارو دو فايونس، كل مرة بدا بشوية ويحط دونك لي كارو فايونس. وأول حاجة عملها براتيكمون هي اللي في الدروج في الوسط بالألوان البرازيل، يعني الأصفر والأخضر والأزرق. ومن بعد بدا كل مرة ياخذ شوية ويشري من الأسواق اللي تبيع في الحاجات الأنتيكة، زاد حتى كان هو قبل عاش في دول أخرى، يكلم الناس اللي يعرفهم يبعثوا له من الدول هذيك يجي ويحط لهنا الكارو دو فايونس. مع الوقت لي توريست ولاو يجيو لهنا، هما بيدهم ولاو يجيبوا لهنا معاهم لي كارو دو فايونس. علاش اليوم انا نلقاو اكثر من 2000 كعبه فايونس من اكثر من 80 دوله، كاينه تاع الجزائر، تونس، بطبيعه الحال كاينه الجزائر، كاينه تونس، كاينين بعض الدول العربيه كما قطر، كما الاردن، كاينين بزاف يعني الكل موجودين هنا. وانت عندك 18 سنه عايش هنا في البرازيل، حكينا يعني على عقليه البرازيليين وتعاملهم مع السياح. البرازيليين فيهم حاجه نجم نقولوا يشبهونا، لان احنا العرب ولا خاصه جماعه شمال افريقيا، لان احنا نحب نرحبوا بالبراني اللي جينا نفرحوا به. هما عندهم نفس الطبيعه هذه، ما عندهم شكل عنصريه، خاصه احنا العرب معناها عندهم نظره ممتازه جدا، يحبونا بزاف، يعني يفرحوا بك، يبدو يقولوا لك شيخي شيخي في مخهم، هما كلها معناها عندهم ابار نفط وكل شيء. اما معناها بصراحه يقبلوا الغريب، وممكن تلاحظوها انتم خلال المده اللي مش تبقاو لهنا، اللي هما كل واحد في حاله، ولا يهمهم فيك انت ايش تعمل، لابس ماكش لابس، شنو هي نوعيه اللباس نتاعك، ولا يغزروا لك الحكايه هذه. ها احنا تشوف هنا نحكيو لهنا ونسجلوا تو بالعربيه، ما يجيك حد وما يكلمك حد وما يغزر لك حد يعني تقريبا. شكرا.